بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما وعملا ويقينا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واجعلنا من أهل القرآن الكريم. اللهم ألبسنا به الحلل، وألبس والدينا به تاج الوقار يا رب العالمين. يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء الطيب المبارك، وهذه المحاضرة الطيبة المباركة. تنوعت أساليب القرآن، وأراد الرحمن سبحانه وتعالى بتنوع أساليب القرآن الرفق بالعباد والرحمة بهم والبر بهم، لأنه سبحانه وتعالى لم يسق إليهم التكاليف والأحكام سوقا جامدا، بل مزجه بما تتقبله النفوس وبما تقتنع به العقول. فتجد في القرآن القصص ممتزجا بالتكاليف والأحكام، وتجد في القرآن الأمثال ممتزجة أيضا بالتكاليف والأحكام، وتجد في القرآن الموعظة ممتزجة أيضا بالتكاليف والأحكام، وتجد الإيمان والأخلاق ممتزجا بالتشريع في القرآن. وهذا مظهر ومعلم من معالم حب الله عز وجل لعباده، من معالم بر الله بعباده، من معالم رحمة الله بعباده، ولذلك ضرب الله الأمثال. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الأمثال في القرآن. تعريف هذه الأمثال، أنواع هذه الأمثال، ولماذا وزع الله سبحانه وتعالى الأمثال في القرآن ولم يجعلها في سورة تسمى سورة الأمثال، وأيضا ما الحكمة من هذا التوزيع. ونتعرض لهذا الأمر إن شاء الله بالتفصيل. وهل الأمثال تستخدم في الأحكام والتكاليف، أم أن الأمثال تستخدم فقط في التسرية والتسلية؟ هذا هو موضوع اليوم إن شاء الله. نبدأ ونقول أن التمثيل هو القالب الذي يبرز المعاني المعقولة التي اقتنع بها العقل في صورة حسية. لماذا صورة حسية حية؟ حتى تستقر في الأذهان بتشبيه الغائب بالحاضر والمعقول بالمحسوس وقياس النظير على النظير. وكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة وجمالا، وكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة وجمالا، فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له واقتناع العقل به. وهذا ما تفرد به القرآن الكريم. ضرب الله الأمثال في القرآن فقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تأمل، لعلهم يتفكرون. فالفكر في الأمثال مطلب إلهي حتى يعود على العقل بالاقتناع وعلى القلب بالإشباع. وقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. عندما قرأ أحد السلف هذه الآية يقول: كلما قرأت مثلا في القرآن ولم أفهمه أو أعقله بكيت على نفسي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال سبحانه:
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فالذكرى والتعقل من مقاصد ضرب الأمثال في القرآن. وعن علي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل القرآن أمرا وزجرا وسنة خالية ومثلا مضروبا، ومثلا مضروبا. والسائل يقول: ماذا تعني بالمثل القرآني؟ ما المقصود بالمثل القرآني؟ المقصود بالمثل القرآني هو إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس، لها وقعها في النفس البشرية، سواء كانت تشبيها أو قولا مرسلا. هو إبراز المعنى في صورة رائعة. تأملوا قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أراد أن يبين أن الأرض التي من خلقه سبحانه وتعالى إذا وضعت فيها البذرة، هذه البذرة تعطي 700 ضعف، بل تعطي مما لا يحسب وليس له حساب والله واسع عليم. أراد الله عز وجل أن يقول: هذا خلق من خلقي، فما بالك بعطاء الخالق سبحانه وتعالى. هذا عطاء المخلوق، فما بالك بعطاء الخالق سبحانه وتعالى. أنواع الأمثال في القرآن. الأمثال في القرآن 3 أنواع: الأمثال المصرحة، يعني الذي جاء فيها المثل صريحا، الأمثال الكامنة، الأمثال المرسلة. أنواع الأمثال في القرآن: الأمثال المصرحة والأمثال الكامنة والأمثال المرسلة. ولعلك تقول: ماذا تعني بالأمثال المصرحة؟ الأمثال المصرحة وهي ما صرح الله فيها في كتابه بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه كمثل، يعني يقول مثل أو كمثل. ولعلك تقول: أذكر لنا آية أو آيات توضح لنا هذا الكلام. الأمثال المصرحة هي ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه. قال تعالى في حق المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، إلى أن قال سبحانه: إن الله على كل شيء قدير. فهذه الآيات ضرب الله للمنافقين مثلين: مثل ناري ومثل مائي. مثل الناري قال سبحانه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، لما في النار من مادة النور وهي مادة واحدة. ومثل مائي في قوله: أو كصيب من السماء، لما في الماء من مادة الحياة. ضرب الله مثلا ناريا لما في النار من نور، وضرب مثلا مائيا لما في الماء من حياة. طيب، ما المقصد والغرض من هذا؟ الله سبحانه وتعالى نزل الوحي من السماء متضمنا لاستنارة القلوب وحياتها. يعني الوحي يمثل نور والوحي يمثل حياة، والقرينة في ذلك ما قاله ربنا في نهاية سورة الشورى:
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وأنتم تعلمون أن الجسد بدون روح موات. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجمع الوحي ما بين الحياة والنور سبحانه وتعالى. لكن هل تأثر المنافقون بالوحي في هذين المقصدين؟ يعني أصبح لهم حياة وأصبح لهم نورا يستضيئون به؟ لا. طيب ماذا كان حظ المنافقين في هذين الحالين؟ في حالة المثل النوري الناري والمثل المائي، هم استضاءوا وانتفعوا ماديا بالدخول في الإسلام، ولم يكن لهم أثر نوري في قلوبهم. يعني أنتم تعلمون أن النور يضيء، لكن هل أنار هذا القرآن قلوبهم؟ لا، لكن استفادوا من الإسلام بالزواج وبالحقوق في الفيء والأغنام وهكذا إذا شاركوا في الجهاد، فاستفادوا من الإسلام حسيا ولم ينتفعوا به معنويا، فذهب الله به في النار من الإضاءة. قال تعالى: ذهب الله بنورهم. وذكر مثلهم المائي فشبههم بحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فخارت قواهم ووضع إصبعيه في أذنيه وأغمض عينيه خوفا من صاعقة تصيبه، لأن القرآن بزواجره وأوامره ونواهيه وخطابه نزل عليهم وعلى قلوبهم وعلى عقولهم نزول الصواعق. أنتم عندما ترون السحابة في السماء تستبشرون بنزول المطر، وخاصة في الأماكن التي تحتاج فيها الأرض أو قامت الزراعة فيها على المطر على الغيث. فعندما يرى الزراع ويرى البشر ويرى الناس السحاب في السماء متراكم يفرحون فرحا شديدا ويستبشرون كما استبشر المنافقون. لكن في هذا السحاب رعد وبرق، رعد وبرق، فسد هذا المنافق والعياذ بالله أذنه وأغمض عينيه، سد أذنه عن الانتفاع بزواجر القرآن وأغمض عينيه عن النظر في كتاب الله عز وجل والاستفادة منه. هذا تعريف للأمثال المصرحة، وهي ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه، وذكرنا مثال المنافقين. الأمثال الكامنة، النوع الثاني من الأمثال الكامنة، وهي التي لم يصرح فيها بلفظ المثل، لم يصرح فيها بلفظ التمثيل، ولكنها تدل على معان رائعة في إيجاز بسيط يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشابهها. ولعلك تقول: ما هي الأمثال التي لم يأتي فيها المثل مصرحا وأيضا دل على عبارة موجزة تستقر في النفس بمعناها؟ قال تعالى: الناس يقولون خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط، وشبه العلماء ذلك بقوله: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك.
يعني وسط بين ذلك. وقوله سبحانه وتعالى في النفقة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وسط. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وسط. هذه الآيات تعبر عن خير الأمور الوسط. وقوله سبحانه وتعالى أيضا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وفي معنى ليس الخبر كالمعاينة، يعني أنا أخبرتك بشيء لكن لو عاينت هذا الشيء لا استقر في النفس ولا تحول من حق اليقين إلى عين اليقين. أنتم تعرفون أن مراتب اليقين ثلاثة: علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. مثال: آمن إبراهيم بعلم اليقين وحق اليقين فأراد أن يتحول من حق اليقين وهو خبر من الله سبحانه وتعالى وهو صدق كما قال ربنا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. طلب إبراهيم أن يتحول من حق اليقين اللي هو أخبر به من قبل الرحمن سبحانه إلى عين اليقين. قال سبحانه لما قال لإبراهيم: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني أن يتحول حق اليقين الخبر الحق إلى العين الحق، أن يرى بعينه في موضوع إحياء الموت. أيضا جاء في معنى قوله سبحانه وتعالى: كما تدين تدان. علماؤنا قالوا: من يعمل سوءا يجزى به، كما تدين تدان. وأيضا في معنى لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ورد قوله سبحانه وتعالى على لسان يعقوب: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على يوسف من قبل، على أخيه من قبل، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. فهذا يعني أنا لدغت في حق يوسف فلا أريد أن ألدغ المرة الثانية في حق أخيه بنيامين. النوع الثالث من الأمثال وهي الأمثال المرسلة في القرآن. الأمثال المرسلة في القرآن وهي جمل أرسلت إرسالا من غير تصريح بلفظ التشبيه، فهي آيات جارية مجرى الأمثال عبر الأزمان، فهي جمل قرآنية جرت على ألسنة الناس مجرى الأمثال عبر الأزمان تناقلتها الأجيال. الأمثال المرسلة هي جمل قرآنية تناقلتها الأجيال عبر الأزمان. والآن نعرض لأمثلة منها. الآن حصحص الحق، وقوله سبحانه: ليس لها من دون الله كاشفة، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أليس الصبح بقريب، لكل نبأ مستقر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قل كل يعمل على شاكلته، كل نفس بما كسبت رهينة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كل حزب بما لديهم فرحون، ضعف الطالب والمطلوب، لمثل هذا فليعمل العاملون، لا يستوي الخبيث والطيب، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه الجمل القرآنية
أرسلت إرسالا على ألسنة الناس عبر الأزمان تناقلتها الأجيال. وهنا يثار تساؤل، ما حكم استعمال هذه الآيات لضرب الأمثال في حياة البشر؟ قال الإمام الرازي في تفسير قوله سبحانه لكم دينكم ولي دين، جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة. يعني إيه؟ يعني مثلا كنا صحبة وأراد كل واحد منا أن يترك الآخر فيقول له لكم دينكم ولي دين مثلا، أو كانوا في شركة أو كانوا في حياة معا، فعندما انفصلوا فيقول له لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. هذا قال الإمام الرازي وذلك غير جائز، لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به، يعني ليكون مثالا، بل يتدبر فيه ثم يعمل بموجبه. هذا رأي المعارضين لأن تتنقل آيات القرآن عبر الأجيال في صورة أمثال. ماذا قال المجيزون؟ قالوا لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الجد، في مقام الجد، في مقام العزيمة، في مقام الترغيب، لا بأس بذلك، كأن يأسف أسفا شديدا لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس، فيقول ليس لها من دون الله كاشفة. والغرض من هذا الأمر أن هذه المصائب التي نزلت بالناس لا يرفعها إلا ربها سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة. وكأن يقول أو يحاوره صاحب مذهب فاسد يحاول استهوائه إلى باطله فيقول لكم، يعني مثلا صاحب مذهب باطل يريد أن يرغم خصمه أن يكون أن يتمثل ويعتنق مذهبه فيقول لكم دينكم ولي دين، في المفاصلة ما بين الحق والباطل. ويقول والإثم الكبير في أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حتى في مقام الهزل والمزاح، وهذا هو الغير جائز. نجمع بين الرأيين أنه يجوز أن يتمثل الإنسان الأمثال القرآني في مواقع الجد، في مواقع الترغيب، في مواقع التحبيب، ولا يجوز أن يتمثلها في مواضع الهزل والمزاح. ولعلك تقول ما فوائد ضرب الأمثال؟ الأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس كما قلنا. يعني مثال، الله ضرب مثلا يبين فيه مثل المنافق رياء، مثل الذي ينفق ماله رياء الناس. قال تعالى فمثله كمثل صفوان عليه تراب، يعني حجر أملس، يرى الرائي الناظر التراب الذي على هذا الحجر وكأنه أرض خصبة تنتظر نزول الماء المطر لينبت. طب ماذا حدث؟ ماذا حدث في ذلك؟ هذا الذي أنفق ماله رئاء الناس كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، الوابل المطر الغزير. المطر الغزير لما نزل على التراب الذي على الحجر الصلد ذهب بهذا التراب فتركه صلدا، يعني ترك التراب الحجر صلدا مكشوفا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني ذهب المطر الغزير بالتراب
كذلك ذهب الرياء بثواب الصدقة. رأيتم هذا المثل؟ أيضا تكشف الأمثال عن الحقائق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حتى أنتم أحيانا تقولون: هذا رجل ممسوس، ذهب عقله. ممسوس يعني ليس عنده الاتزان، مسه الشيطان. فكذلك الذي يتعامل بالربا، انظروا إلى التنفير من الرياء في النفقة والتنفير من التعامل بالربا. تجمع الأمثال المعنى الرائع في عبارة موجزة، كما قلنا في الأمثال الكامنة والأمثال المرسلة. ويضرب المثل للترغيب في الممثل به. مثال: الله عز وجل أراد أن يحبب البشر في الإنفاق في سبيله، فضرب لهم مثلا رائعا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تحبيبا، ترغيبا في الإنفاق. أيضا يضرب المثل للتنفير والتنكير مما تكرهه النفس. تأملوا المثل الذي ضربه الله عز وجل في التنفير من الغيبة، في استقباح الغيبة. قال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لماذا؟ لأن الفطرة السوية لا تأكل اللحم الميت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سيره مع بعض أصحابه، فتكلم أحدهم عن أخيه فقال، فمر على ميت فقال: انزلا فكلا من هذه. فاستقبح ذلك واستغرب ذلك من رسول الله، فقال: أنتما نلتما من أخيكما كما تأكلا من هذه الميتة، والعياذ بالله. أرأيتم كيف صور القرآن التنفير من الغيبة بهذا المثل الشنيع الذي تلفظه وتنفر منه الفطرة السوية. أيضا الله سبحانه وتعالى يمثل بالمثل للمدح والترغيب في الفعل. مثال: في مدح الصحابة قال سبحانه: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. كذلك كان حال الصحابة، فإنهم كانوا في بدء الأمر قليلا، ثم أخذوا في النمو حتى استحكم أمرهم وامتلأت القلوب إعجابا بعظمتهم. هكذا كان نبته صغير، كما كالنبات الصغير. النبات الصغير يعني ينمو 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 حتى يعني يكبر، ثم يعني يحدث فيه الثمار، ثم يحين وقت القطاف، ثم يحين وقت التلزز بالثمار. فكذلك كان حال الصحابة من ضعف إلى قوة نسبية إلى قوة، حتى استحكم لهم الأمر وبنوا دولتهم، ثم عاشوا في ظل هذه الدولة العيشة السعيدة الهنيئة يخاف منهم أعداؤهم. ويضرب أيضا المثل حيث يكون للمثل للممثل به صفة يستقبحها الناس. مثال: الذي، والعياذ بالله، كما نرى، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله عز وجل التوفيق. يعني عندما ينحدر صاحب العلم وينغمس في الدنايا ويترك نشر العلم والعمل به، تأملوا قوله سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان. أصبح هو قائد للشيطان،
يقود الشيطان، فكان من الغاوي. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. السؤال الآن، لماذا لم يجعل الله عز وجل سورة في القرآن باسم الأمثال إذا كانت الأمثال بهذه العظمة وهذا الجمال؟ لماذا؟ لماذا وزع الله عز وجل الموضوع القرآني الواحد على سور القرآن ولم يجعل مثلا سورة اسمها الأمثال؟ الحكمة في ذلك هي معرفة الطبيعة البشرية والفطرة البشرية. الإنسان مفطور على حب الانتقاء، فطرة في الإنسان. فمثلا إذا نظرت إلى كتب الفقه فتقول إيه؟ تذهب إلى مثلا باب الطهارة وتترك بقية الأبواب لأنك تحتاج إلى باب الطهارة الآن. فحب الانتقاء فطرة، أراد الله عز وجل أن يعالج هذه الفطرة فوزع الأمثال على سور القرآن، وزع القصص على سور القرآن، وزع التقوى على سور القرآن، وزع آيات الموضوع الواحد على سور القرآن. لماذا؟ حتى تسمعها الآذان ويعقلها العقل والذهن ويتأثر بها القلب كلما سمع القرآن أو قرأ القرآن. وهذا هو المراد، أن يكون الإنسان على اتصال بالقرآن، إما قراءة وسماعا أو سماعا ولا يتركه. فكان من معالجة الله عز وجل للنفس البشرية والفطرة البشرية أن وزع آيات الموضوع الواحد على سور القرآن. انتبهوا لهذا المعنى الجيد، لأن الله هو الخالق، لأن الله هو المربي، فيعلم كيف تتأثر النفس البشرية فيعالجها سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه. أيضا وزعت الأمثال وموضوع وآيات الموضوع الواحد في القرآن لأن كل مثل من الأمثال يأتي في الصورة مناسبا جدا ومرتبطا جدا بموضوع الصورة. كل صورة من صور القرآن لها روح يسيطر على هذه الصورة. سماه العلماء موضوع الصورة، سماه العلماء مقصد الصورة، سماه العلماء غرض الصورة. هذا الغرض، هذا المقصد، هذا الموضوع الواحد، هذا المحور، هذا العمود، كل آيات السورة وقصصها وأمثالها ومواعظها تعالج وتدعم هذا المقصد، تدعم هذا المقصد. مثال، الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة أمثال. من هذه الأمثال كما تكلمنا مثل المنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فضرب لهم مثلا ناري ومثلا مائي. ومقصد سورة البقرة هي إعداد الأمة للاستخلاف وعمارة الأرض. فكأنه يقول احذروا، احذروا يا أولي الألباب، احذروا يا من تريد أن تعود بالأمة إلى خلافتها وتستعيد الخلافة، احذروا من المنافقين، فإن هؤلاء يكونوا معكم عند المصلحة، يكونوا معكم فقط عند المصلحة، أما إذا حمي الوطيس وجد الجد تركوكم كما تركوا الصحابة في غزوة أحد.
وكما تركوا الصحابة في غزوات كثر، ولذلك سماهم الله عز وجل العدو الحقيقي، هم العدو فاحذرهم. فحذر الله القائمين على عودة الأمة للخلافة من المنافقين، لأنه ما من بلية في هذه الأمة إلا وكان سببها المنافقون. فكل مثل يأتي في صورة ليدعم مقصد الصورة، عمود الصورة، محور الصورة. أيضا لأن هذا الأمر أفعل في النفس، يعني التوزيع أفعل في النفس وأشد تأثيرا في القلب، وأجدى في تجديد الذكرى، وأدنى ألا يسأم التالي لها في الصلاة وغيرها، يعني يذهب السآمة. توزيع الموضوع الواحد على صور القرآن يذهب السآمة والملل ويحقق النشاط للنفس البشرية، وهذا مقصد من مقاصد القرآن الكريم. لأنه ما أقبلت النفس على حب القرآن إلا لأن الآيات فيه مشوقة، لأن القصص فيه مشوقة، لأن الأمثال الموزعة في القرآن مشوقة. وليتحقق قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. سبحانه وتعالى أراد بذلك، وأراد أن يذهب الملالة والسآمة عن عباده. وكأنك تسأل سؤال وتقول: هل بيّنت لنا مثلا من الأمثال يدعم مقصد سورة من سور القرآن؟ نقول: وبالله التوفيق، تعالوا بنا لنتأمل سورة التحريم. هذه السورة، سورة التحريم، بتعرض صفحة من الحياة البيتية النبوية، علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين، وتبين الانفعالات والاستجابات الإنسانية بين بعض نسائه وبعض، وبينهن وبينه. هذه السورة، سورة التحريم، تعرض لنا نموذجا من تربية القرآن للبيت النبوي. نستطيع أن نقول تربية القرآن للبيت النبوي، أو التربية البيت النبوي. من هذا المثل الذي جاء في هذه السورة: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. الخيانة هنا ليست خيانة فراش، ولكن الخيانة هنا هي مخالفة الرسول في العقيدة والدين والرسالة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. أتصدقون أن زوجتين من زوجات الأنبياء يدخلن النار؟ يخالفن الرسول الداعي إلى ذلك؟ هكذا حدث مع نوح ولوط عليهما السلام. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله أراد يقول ويعلمنا أن أسي هذه المؤمنة زوجة فرعون الكافر الذي ادعى الألوهية وادعى الربوبية تربت في بيته، لكنها صمدت وثبتت وصبرت على الإيمان، فأشاد بها الرحمن في القرآن يتلى، في القرآن يتلى على مسامع أهل الإيمان إلى يوم الدين. احتفى الله بها، احتفى القرآن بها، مدحها الله عز وجل على ثباتها. ثم ذكر مريم
ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فذكر المثل امرأتين لنبيين كريمين، وذكر المثل امرأة مؤمنة في بيت كافر، وذكر المثل امرأة بدون زوج. فهذه ثلاث بيوت ذكر القرآن هذه الأمثال. طب لماذا ضرب الله هنا الأمثال؟ تعالوا نشوف مقصد سورة التحريم. كما قلنا هو تربية البيت المسلم على الأدب الشرعي أو النبوي، على الأدب الشرعي في التعامل مع الزوجين. الإمام ابن القيم له تعليق وله تفسير وله بيان لهذا الأمر والحكمة من ذلك. قال: وأما المثلان اللذان للمؤمنين فأحدهما امرأة فرعون، ووجه المثل أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا. يا جميل جدا، أنت حتى لو وجدت في بيت كافر، هذا الخطاب للناس جميعا، لو وجدت في بيت، أنت مؤمن ووجدت في بيت كافر، لا يضرك الكافرون الذين تعيش معهم إذا فارقه في كفره وعمله. يعني أن يعني في واحد مؤمن في بيت كافر، وهؤلاء الكافرون لا يؤثرون على المؤمن لأنه ثابت، فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطاع شيئا في الآخرة، وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض. يعني إذا أنزل الله عقوبة على أهل الأرض لم ينجو منها المؤمن، وكل يبعث على نيته. طيب لماذا أنزل الله عز وجل عليهم العذاب جميعا؟ لأنهم أضاعوا أمر الله، فتأتي هذه المصيبة وهذا العقوبة عامة. فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكفر الكافرين، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسولا رب العالمين. المثل الثاني للمؤمنين مريم التي لا زوج لها، لا مؤمن ولا كافر، فذكر ثلاثة أصناف من النساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح، والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر، والمرأة العزب التي لها وصلة والتي لا وصلة بينها وبين أحد. فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببها، والثانية لا تضرها وصلتها وسببها، والثالثة لا يضرها عدم الوصلة شيئا. من الأسرار البليغة والبديعة في هذا المثل أنها، قال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة، لأنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خافا أن تحرم من حصن النبوة، أن تخرج من بيت النبوة، فيكون المصير كمصير امرأة نوح وامرأة لوط. هذا تحذير. ثم ضرب لهما المثل الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة، يعني ولكما في أسيا امرأة فرعون أكفر الكافرين، هنا أسوة في الثبات على الدين، ولكم في مريم عليها السلام أيضا أسوة في الثبات على الدين عندما تعرضت لقول السفهاء. وفي ضرب المثل أيضا للمؤمنين اعتبار آخر، وهو أنها لم يضرها عند الله شيئا قذف أعداء الله اليهود لها، أي لمريم، ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما الله عنه، كما كونها الصديقة الكبرى المصطفى على نساء العالمين. فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه،
وفي هذا تسلية أيضا لعائشة أم المؤمنين إن كانت الصورة نزلت بعد قصة الإفك وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون المنافقون إن كانت قبلها، كما في ذكر التمثيل بامرأة نوح وامرأة لوط تحذير لها ولحفصة مما اعتمدتاه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد أن قوى الشر كلها مجتمعة لا تستطيع أن تطفئ شعلة الإيمان التي احتواها قلب مؤمن، وهكذا حدث مع امرأة فرعون. كان يملك، يعني أنتم تعلمون من خلال القرآن أنه كان أكفر الكافرين وأنه كان من المفسدين وأنه كان سفاكا للدماء، لكنه لم يؤثر على ثبات امرأته أسياء رضي الله عنها وأرضاها. أيضا الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبهنا أنه لا يغني أحد في الآخرة عن قريب ولا نسيب إذا فرق بينهما الدين، يعني مؤمن وكافر لا صلة بينهما في الآخرة. هذه من الأمثال التي ذكرها الله وهي مناسبة جدا للصورة التي جاءت فيها. النقطة الأخيرة التي نتكلم فيها، هل يمكن أن يستنبط من الأمثال أحكام؟ وهذا الأمر يستدعي الانتباه والتأمل والاستقراء، ولا بد من الوقفة وإعطاء مثال. وعلى ذلك فقس، يعني الذي يحب التفسير وعلوم القرآن يمكن أن يقوم برسالة علمية رصينة في الأحكام الشرعية المستنبطة من الأمثال. قال الإمام الزركشي رحمه الله رحمة واسعة في البرهان: فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام. تأملوا هذه المقولة التي تكتب بماء الذهب: فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام، وكأنك تقول اضرب لنا مثال. قال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. شبه سبحانه المنفق في سبيله، سواء كان المراد به الجهاد أو جميع سبل الخير من كل بر، بمن بذر بذرا فأنبتت كل حبة منه 7 سنابل اشتملت كل سنبلة على 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقعها موقعها. فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيت عند النفقة. طيب، ما هي الأحكام التي استنبطها السادة العلماء نضر الله وجههم من هذا المثال؟ استنبطوا أولا نفقة الجهاد حسنتها 700 ضعف. الحكم الثاني: الإنفاق في سبيل الله مندوب، وقد يكون واجبا في بعض الأوقات، وسبل الله كثيرة وأعظمها الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. أفضل الأعمال هي الأعمال المتعدية النفع، فالإنفاق عبادة مالية متعدية النفع للمتصدق والمجتمع. الصدقة في أوقات الحاجة أكثر ثوابا، النفقة في الجهاد أفضل من باقي أنواع البر الأخرى. يستحب الإكثار من صدقة التطوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا تلفا. أولى الناس بصدقة المسلم وأهله وذو رحمه
أو يعني أولى الناس بالصدقة هم أهل المتصدق وأرحام. عن سلمان ابن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. تقبل الله منا ومنكم، وبهذا ننتهي من محاضرة الأمثال في القرآن. عرفنا الأمثال، ذكرنا أنواع الأمثال، وقلنا أن الله ذكر الأمثال في القرآن في سور القرآن لحكم علية، وأيضا من الأمثال تستنبط الأحكام. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم، وجعلنا وإياكم من أهله، وألبسنا الله به الحلل، وألبس والدينا به تاج الوقار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.